اليوم راح نتحدث عن فيلم أكشن ودراما، عنوان الفيلم Blood and Gold، الدم والذهب. يبدأ الفيلم بأحد حقول ألمانيا بعام 1945 خلال نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتعرف على جندي ألماني اسمه هاينريك، ونشوفه يهرب وتلاقى القوات الألمانية اللي اتهموه بالهرب من الخدمة العسكرية، واستمروا بإطلاق النار عليه، وقدر هاينريك يهرب بشكل صعب، وراح هاينريك وقتل وراء شجرة، وبدأ دور فلار واحد من القادة الألمانيين يطلق النار على هاينريك وقدر يصيبه، وصرخ دوفلار على جماعته وقال لهم حاوطوه، وحاول هاينريك يهرب لكن ما قدر. وبهالأثناء وصلوا جميع جنود قوات الأمن الألمانية وحاصروا هاينريك، وكان حاضر قائدهم المقدم ستارنفيلد اللي مغطي نص وجهه بقناع بسبب الإصابات والجروح اللي تعرض لها بيسار وجهه، وطلب ستارنفيلد من دوفلار ما يقتل هاينريك، وبدأ ستارنفيلد يقرأ مهمات هاينريك الناجحة بولندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، ويقول له الهاينريك انت حصلت على شارة تدمير الدبابة والصليب الحديدي، بس ليش جاي تخون الوطن؟ ويقول له هاينريك ما أريد بعد هاي الحرب، وأني ما سألت أحد إذا كنت أريد أقاتل أو لا، وأنتوا أجيتوا ولبستوني الملابس العسكرية، وأنا قاتلت لمدة 6 سنوات بس حاليا انتهى كل شيء بالنسبة لي. ويقول ستارنفيلد انه الهجر هو خيانة للوطن وعقوبة الخيانة هي الموت. بعدها علقوا الجنود هاينريك على الشجرة وشنقوه وغادروا، وصار هاينريك يموت ببطء، وكان يتذكر بنته لوتشين اثناء الموت، والحسن الحظ وباخر نفس إلى اجت بنية اسمها ألسا وقطعت الحبل وانقذت هاينريك. ومن ناحية ثانية نشوف القوات الألمانية متجهة لقرية سالنبورغ، وكان هدفهم يدورون على كنز يهودي موجود بالقرية، وهنا حطت إلسا هاينريك بعربتها وقررت تأخذ البيتها، وكانت تعيش هي وأخوها من ذوي الاحتياجات الخاصة بول، وبدت تعالج جروح هاينريك. بعدها قعد هاينريك وقالت لإلسا عن سبب مساعدتها إله، وقالت له أنا أكره الألمانيين لأن أخذوا أبوي وقتلوا بسبب التصريحات اللي صرحنا أبوي عنهم، وطلعونا من مزرعتنا وما أريدهم يأخذون بول. وبهالأثناء وصل المقدم دوفلار وجماعته للقرية، وطلبوا من العمدة يأخذهم البيت لوتشتاين اللي صار خراب حاليا، وكان رئيس البلدية متعجب وحاول يعرف غايتهم وليش يريدون يعرفون بيت صاير خراب وما لنفع. وهنا طلب ستارنفيلد من رجاله يبدون بالبحث بالأنقاض، وأمر رقيب دوفلار يروح يجمع الماشية من أجل الطعام. بعدها قعد هاينريك بمزرعة ألسا، ومن استعد للمغادرة طلبت منه ألسا يتناول الفطور، وبعدها غادر، لكن هاينريك بقى مصر على المغادرة وقال لها أريد أروح أشوف بنتي اللي هي كل عائلتي حاليا، وطلع صورة عائلته وقال لألسا زوجتي وابني انقتلوا بوحدة من الغارات وبس بنتي بقت عايشة. وفجأة دخل بول وقال لهم أكو شاحنة جاي على مزرعتنا، واتضح أن دوفلار وجماعته هم اللي جوا للمزرعة، وأمر دوفلار ورجاله يأخذون كل الدجاج ويقول لهم ألسا لا تأخذون كل الحيوانات. بعدها دوفلار شاف بول وحاول دوفلار يعتدي على ألسا جنسيا بمساعدة جماعته، وكان هاينريك قاتل بالطابق العلوي وما قدر يتحمل تصرف دوفلار الفظيع، لذلك نزل وصار يقاتل الجنود ومن ضمنهم دوفلار وساعدته ألسا، وقدروا هاينريك وألسا يقتلون كل الجنود باستثناء دوفلار اللي قدر يهرب بالشاحنة، وبدأ هاينريك يطلق النار على الشاحنة لكن هرب دوفلار بالأخير. بعدها قرر هاينريك وألسا يجمعون غراضهم ويغادرون من المزرعة ويقضون الليل بالغابة، وما قدر بول يبقى بعيد عن البقرة مالته، لذلك تسلل وراح للمزرعة حتى يأخذها، لكن وصلوا دوفلار وجماعته واعتقلوا بول واخذوا القرية سالنبورغ. بعدها اجى العمدة وسألهم عن سباك الذهب لوينشتاين، وقال له ستارنفيلد احنا نعرف بصندوق الذهب، لذلك الافضل الك تقول لنا عن مكانه حتى تظل عايش. ويقول له العمدة انا ما اعرف مكانه، لذلك ستارنفيلد امره يجمع القروين باشر الظهر. بعدها اخذوا بول الكنيسة وخططوا يقتلون برج الجرس، ويحاول الراهب يمنعهم من قتل بول لكن يضربه دوفلار، وحاول بول يقاوم جنود وشمر واحد من الجنود من النافذة وأطلق النار على الثاني، وبدأ يطلق النار على الجنود لكن أطلق ستارنفيلد النار وأصاب بول براسه وقتله قبل لحظات من وصول ألسا وهاينريك إليه، وحزنت ألسا كلش وراحت على ستارنفيلد وحاولت تطلق النار عليه لكن فشلت وتم إلقاء القبض عليها. وحاول دوفلار وجماعته يقتلون هاينريك اللي كان يواجههم شجاعة وقدر يقتل هواي منهم بالقنابل اليدوية، ومن خلصت ذخيرته قفز من السطح وقتل بعض من الجنود وقتل بيت واحد من السكان، لكن بقوا الجنود يلاحقوه
واجا دوفلر وحاول هاينريك يقاتله، ولسوء الحظ خلصت ذخيرته مرة ثانية وصاروا يتقاتلون بين بعضهم بالأيدي إلى أن وقعوا بحظيرة، وكان هاينريك على وشك قتل دوفلر، لكن فجأة اجت طيارتين أمريكيات وأطلقن النار عليهم، وقدر دوفلر ينفذ، وراح هاينريك البيت امرأة من السكان حتى تعالج جروحه، ووجع عليهم الراهب وسأل هاينريك شنو سبب وجود قوات الأمن الخاصة بهاي القرية، وقال لهم هاينريك اجوا على مود الذهب، ومن ناحية ثانية راح العمدة على صديقه وقال له لازم ننطيهم الذهب لأن راح يقتلون ابني، فالأفضل ننطي لهم حتى يغادرون. وتوسلوا بي أصدقاء رينجوبر وويترز وقالوا له بقي حقك مسدود لكم يوم ولا تقول لهم لأن ما بقى شيء على نهاية الحرب وراح نصير قريبا أغنياء، لكن العمدة ما سمع بكلامهم وقرر المغادرة وضربت سونيا بالمجرفة، وتعاونوا أصدقائه وقتلوا العمدة. بعدها راحوا للمقبرة القبر معين وصاروا يحفرون، لكن انصدموا من شافوا الذهب غير موجود، وفجأة رفعت سونيا سلاح عليهم وصارت تهددهم بالقتل، وبهالأثناء شافوا بالقاع الكتاب المقدس واعتقدوا أن الراهب أخذ الذهب، لذلك راحوا البيت وقرروا يأخذوه. ومن ناحية ثانية ألسا تسأل ستانفيلد وتقول له ليش ما قتلتوني، ويقول لها ستانفيلد وجهك يذكرني بشابة كنت أعرفها قبل وأحبها وما قدرت أتزوجها لأن كانت يهودية واضطريت أقتلها، وحاليا صارت ألسا بحياة ستانفيلد مثل حبها السابق، وقرر يمزق القناع اللي مغطي وجهه وكان وجهه مشوه، وبدأ يحفر عينه وطلع منها خاتم وخلاه بأصبع ألسا ووعدها يحميها طول حياتها، وطلب من ألسا تنام بصفوة، ولاحظت ألسا أنه ستانفيلد عند خاتم بحبة السيانيد، وحاولت ألسا تأخذ الحبة لكن قعد ستانفيلد وسوت نفسها تبوسه، لكن دفعت ألسا حبة السيانيد بحالق ستانفيلد وبدت تضربه على وجهه إلى أن وقع وبلع حبة السيانيد وموت. وبعدها بدأ الراهب يحكي قصة الذهب الهانريك وقال له الذهب هو اللي محتاجته قوات الأمن الخاصة، وقبل بالحرب حرض العمدة الناس عليهم وطرد المتعصبين من القرية، وقرر لونشتان وزوجته يغادرون القرية ويروحون لفلسطين، لكن كانت أم لونشتان وأبوه رافضين مغادرة القرية لأن ما رادوا يتركون بيتهم اللي ساعدوهم أسلافهم على بناء القرية. وأثناء المشاجرة وقع الذهب واكتشف هذا الشيء العمدة وحبيبته سونيا وأصدقائه رينجوبر وويردز، وقرروا يخفون عن القرويين، وبهالأثناء تم القبض على لونشتان وزوجته قبل ما يغادرون لفلسطين. وبالتالي تعرف ستانفيلد وقواته عن موضوع الكنز ويقول أنا شفتهم يسرقون سبائك الذهب، وقدر يلقى القبر اللي دفنوه به الذهب وطلعت الذهب وقدرت أضمه بالكنيسة، ويقول بعدها رجعت للبيت لكن سونيا وويرترز ألقوا القبض عليه. وبعدها شمر هاينريك سبيكة ذهبية على البيت اللي قاعد بيه دوفلر وجماعته وصرخ عليهم أطلقوا سراح ألسا إذا كنتوا تريدون الذهب، وحاول هاينريك ينقذ ألسا بالرغم من جرح رجله لكن ما يعرف أن ألسا أنقذت نفسها وقتلت العقيد ستانفيلد. وهنا دوفلر خدع هاينريك وأرسل زوجة العمدة على أنه هي ألسا ومغطيها، وبالتالي ألقى دوفلر القبض على هاينريك وقال دوفلر لهاينريك راح أقتل بنتك إذا ما قلت لي على مكان الذهب. وبهالأثناء ركضت ألسا وأرمكارد حتى ينقذون هاينريك، ومن ناحية ثانية نشوف الراهب دلة سونيا وجماعتها المكان الذهب، لكن المفاجأة أنه داخل صندوق الذهب فخ نصبه هو وهاينريك جنود القوات الخاصة، ومن حوله رجال سونيا يأخذون الذهب اكتشفوا أن الذهب مفخخ، وبالتالي صار انفجار وطشرت السباك الذهبية بكل أنحاء الكنيسة، وماتوا رينكوبر وويرترز بسبب الانفجار، وانصابت سونيا بالإغماء وفقدت الوعي، وشان دوفلر ورجاله وهاينريك والراهب بالكنيسة كلهم، ونشوف ألسا تركض حتى تنقذ هاينريك، وأطلق دوفلر النار على الراهب، وأطلقت ألسا قذيفة على برج الجرس مال الكنيسة، وصارت فوضى وتبادل إطلاق النار، وخلال دقائق ماتوا الكل ما عدا هاينريك وألسا ودوفلر، وتصوبوا الثلاثة لكن بقوا عايشين، وحاول دوفلر يضرب ألسا وخنقها. لكن اجى عليه هاينريك من الخلف وضرب راسه بسبيكة ذهبية، وبقى هاينريك يضرب دوفلر بالذهب على وجهه الى ان مات دوفلر اخيرا. وطلعوا هاينريك وألسا وتجاهلوا كل هذا الذهب على الارض، وكان واحد من رجال دوفلر خاتل بجرس الكنيسة اللي وقع بدون ما يدرون، ومن راحة وطلع الجندي وتفاجئ من شاف كل هذا الذهب قدامه وما صدق بحظه، وفجأة قعدت سونيا واطلقت النار على هذا الجندي. وبعد فترة من الوقت نشوف سونيا تقود سيارتها وبتعدت عن قرية سانينبورغ، وكانت مبتسمة لأن سمعت بالراديو أن هتلر مات، لكن فرحة ما اكتملت لأن انفجرت سيارتها بسبب قذيفة أطلقتها دبابة عليها،
وظهروا مجموعة من الجنود الأمريكيين وإجوا يتفقدون هطام سيارة سونيا، ولاحظوا سباق الذهب المطشرة بالقاع، لذلك قرروا الجنود الأمريكان يحتفظون بالذهب لنفسهم وما يبلغون عن هذا الشيء. وينتهي الفيلم ونشوف ألسا وهاينريك، ويجتمع هاينريك ببنته أخيرا وعانقوا بعض وصاروا يبكون بعد كل اللي تعرضوا له هي وهاينريك من الصعوبات ومحاولات القتل، إلا أنه قدر يستعيد حقه من التعرف على ألسا الفتاة القوية اللي ساعدته وما تخلت عنه رغم فقدانها لأخوها بول. وهنا تكون نهاية الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشوفكم في الأفلام الجاية. مع السلامة.